هامش مؤتمر الشباب امبارح مع الحاجة بدرية، أول موظفة في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب والملقبة بالأم الروحية للشباب. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني مع حضراتكم. مازالت تغطيتنا ممتدة من منتدى شباب العالم والحفل الختامي بعد نجاح منتدى شباب العالم بنسخته الثانية. معانا ضيف شخصية استثنائية، الحاجة بدرية، تعتبر الأم الروحية لكل طلاب البرنامج الرئاسي ومن أوائل الناس اللي تعينوا في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب. بداية الحاجة بدرية، عرفي نفسك لكل الناس. أنا اسمي الحاجة بدرية السيد محمد، وبشتغل في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب. وأول ما اشتغلت مع البرنامج الرئاسي، فخورة جدا أوي يعني بالشباب، وكل بنت وكل ولد فيهم عمل شغل كنت بحس بتعبه. وبشكر سيادة الرئيس إن عمل حاجة اسمها البرنامج الرئاسي، وكنت بتمنى النهاردة إن أنا أقابله أو أتكلم معاه عشان أشكره إن هو عرفني بالشباب دي وعرفني بالبرنامج الرئاسي. لو ما كانش عمل البرنامج ما كنتش هقابل الشباب الحلوة دي والبنات الجميلة دي. كفاية روحهم ومقابلتهم ليا، وبيعاملوني كأم كأخت كبيرة، ومش قادرة أوصف، مش قادرة أتكلم أقول إيه عليهم. فخورة بيهم أوي أوي أوي، حاسة بفرحتي النهاردة إن دول ولادي، مش قادرة أقول لكم إيه بالفرحة اللي أنا حاسة بيها. وبشكر الرئيس للمرة التانية إن عمل منتدى شباب العالم، وبتمنى يبقى على طول موجود في مصر منتدى شباب العالم. ومصر أم الدنيا، وفخورة جدا 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 بالشباب دي كلها. ايه اكتر حاجه بتتمنيها للشباب بتوع البرنامج الرئاسي ولمصر عامه؟ بتمنى كل خير لمصر، وبتمنى للشباب ان كل يوصلوا اللي هم عايزينه ويحققوا كل اللي في بالهم وبالنجاح على طول دايما، وربنا يكرمهم ويبقوا في احسن الاماكن ان شاء الله. شكرا.